عم مصباح أستاذ متقاعد عنده سنين من اللي عملوا قانون الجماعات المحلية اللي رد اجتماعات البلدية مفتوحة للمواطنين ولا يحضر ديما مع مجموعة من ناشطين. كيما عادتو قام نهار السبت على الصباح قال نمشي للبلدية قبل ما تجي العشية نحضر الجلسة العامة بما إنه فيها قرارات هامة. في ثنية عرضته جارته منجية قالت له اللي هي كانت في البلدية أما راهي لقات ورقة معلقة تقول إنه للحفاظ على الصحة العامة والتوقي من فيروس كورونا نعلق حق المواطنين والمواطنات في حضور الجلسات. تغشش عم مصباح وبعث لرئيس البلدية اعتراض يستنكر فيه القرار بما أنه يتعارض مع الفصل 49 من الدستور اللي يقيد السلطة العمومية وقت اللي تجي تمس من أي حق ولا حرية. يقول عم مصباح في اعتراضه أنه صحيح البلدية كانت ملزومة تاخو إجراءات تحمي صحة العباد أما الضرر من منع الحضور بصورة شاملة ومطلقة تجاوز الحد المعقول ومس من جوهر حق المشاركة المضمون بالدستور. قال إنه البلدية كانت تنجم تاخو إجراءات أخرى أقل حدة باش تلائم بين حماية صحة العباد وحق المتساكنين في حضور أشغال الجلسة العامة كما تنظيم الاجتماع في مكان مفتوح ولا تحديد عدد المواطنين ولا فرض مسافة معقولة بين الحاضرين مع إلزامية ارتداء الكمامة وإلا تستعمل وسائل الاتصال الحديثة باش المواطنين يتابعوا الاجتماعات ويقدموا اقتراحات زادة. وذكر عم صباح رئيس البلدية إنه المتساكنين ينجموا يطعنوا في القرار قدام المحكمة الإدارية اللي ممكن تلغي القرار يطبق عليه مبدأ التناسب وطلب من المجلس البلدي إنه يسحب القرار اللي خذاه وياخذ قرارات تحمي في نفس الوقت الصحة العامة وما تلغيش الحق في المشاركة. البلدية لقات الكلام اللي في العريضة معقول وقانوني واللي قرارها مهدد بالإلغاء قدام المحكمة الإدارية. على هذاك تراجعت في قرارها ومكنت المتساكنين من حضور أشغال المجلس البلدي مع فرض بروتوكول كل صحي في جلساتها في حدود ما تسمح به طاقة استيعاب قاعة الاجتماعات ووعدت تلقى طريقة تمكن بقية المواطنين باش يتبعوا مباشرة جلساتها على صفحات التواصل الاجتماعي.